بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ أولى حلقتنا في المراجعة النهائية للكيمياء للصف الأول الثانوي. هنبدأ بمسائل مهمة. المسألة الأولانية: احسب الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية. يبقى في طلبين أو في جزئيتين مطلوبة في الامتحان. المركب عضوي يحتوي على 75% كربون و 25% هيدروجين. إذا علمت أن الكتلة الجزيئية المركب 80، بين قوسين بيديني الكتلة الجزيئية أو بيديني كتلة ذرة الكربون 12 اللي هو العدد الكتلي، والهيدروجين بيساوي إيه؟ 1. الحل: مسألة زي ديت بنبدأ نقول المركب الكربوني أو الهيدروكربوني عبارة عن هيدروجين وكربون. بنبدأ نعمل جدول مبسط وسريع لبعض الحاجات المطلوبة في خطوات كده بسرعة عشان نجيب الصيغة الأولية. أول حاجة هنقول الكتلة الجرامية اللي اعطاها لي في المسألة، طبعا هنا بيعبر عنها بنسبة 100%، فبنقول بالنسبة للهيدروجين 25 هنا 75، هنا الكتلة الايه الجرامية. هنقول كتلة 1 مول طبعا بالنسبة للهيدروجين 1، بالنسبة للكربون 12 اللي هو العدد الكتل. هنجيب عدد المولات، بنقسم الكتلة الجرامية على كتلة 1 مول، يبقى هنقول 25 على 1 يساوي 25. هنقسم 75 على 12 فيها 6.25. بعد كده هنقول بالقسمة، قسمة على أقل عدد. طبعا القسمة على أقل عدد 6.25 هو الأقل، بس قبل ما نقسم على 6.25 نفتكر البسط نجهزه الأول. يعني البسط عشان ما نتلخبطش، البسط هنا 25 هنقسمه على 6.25، وهنقسم هنا 6.25 على 6.25، فيها الواحد هنا فيها الأربعة. إذن الخطوة اللي بعدها هنجيب النسبة 4 إلى 1، يعني الصيغة الأولية CH4 دي الجزئية الأولانية في السؤال. طبعا هنقول عدد الوحدات هتيجي ازاي مطلوبة. أولا هنجيب كتلة 1 مول من المركب الناتج. طبعا المركب الناتج ده مشهور في الكيمياء، هو عبارة عن الميثان، هيساوي 4 في 1 زائد 12 بيساوي 16. طبعا دي كتلة 1 مول من المركب. طبعا هنقول عدد الوحدات، هنقول 80 على 16 فيها 5 وحدات، ومن هنا ممكن نجيب الصيغة الجزيئية، وده آخر نقطة في المسألة. الصيغة الجزيئية هيساوي عدد الوحدات اللي هي عندنا 5 في الصيغة الأولية اللي طلع وهي CH4، يعني هنقول 5 مضروبة في CH4 هتساوي C5H20. يبقى الوقت هنا طلع C5HA20، وده الصيغة الجزيئية بالنسبة للمركب اللي عندنا. ما تنسوش تشتركوا معنا في قناتنا ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.